قالت صحيفة العربي الجديد إن السواحل اليمنية تتعرض لضغط مفرط على قطاع الصيد واستنزاف عشوائي للثروة السمكية من قبل شركات أجنبية ومحلية، ولا سيما في محافظة المهرة. وفقا للصحيفة، فقد أدى تنامي الصيد الجائر في سواحل اليمن إلى تراجع عائدات أحد أهم الأنشطة الاقتصادية في اليمن، لافتة إلى أن هناك تزايدا كبيرا لسفن الصيد الآتية من دول مجاورة. الصحيفة نقلت عن مسؤول في محافظة المهرة قوله إن سواحل المحافظة تعرضت لانتهاكات خطيرة خلال الفترة الماضية، إذ شهدت توسعا كبيرا للاصطياد الجائر والجرف العشوائي للأسماك خصوصا الأنواع التجارية. المسؤول أضاف أن هناك ضرورة لتكاتف الجهات المعنية بما يؤدي إلى تفعيل دور الرقابة البحرية ومنع استخدام الوسائل المحظورة قانونيا في عملية الاصطياد. صيادون قالوا في تصريح للصحيفة إن الصيادين التقليديين أبرزوا ضحايا ما تتعرض له سواحل المهرة من عبث وانتهاك واستباحة من قبل شركات صيد محلية وأجنبية تستخدم أدوات ومعدات حديثة في الصيد تسببت في استنزاف الأسماك وحرمان الصيادين من مصدر رزقهم.